كل مشاهدينا في كل مكان، واهلا بيكم وحلقه جديده من حدوته مصريه. احنا النهارده في مدينه من اجمل المدن في جمهوريه مصر العربيه، احنا في مدينه راس البر في محافظه دمياط، هذه المدينه الساحره. النهارده بيقام فيها مهرجان راس البر السينمائي الاول. الحقيقه ده نوع جميل جدا من تنشيط الثقافه والفن اللي احنا يمكن بدانا فيه خطوه جديده في هذا العهد الجديد اللي احنا بنقدم عليه في الفتره دي. كوكبه كبيره جدا من الفنانين والمثقفين والادباء هيكونوا موجودين النهارده في المهرجان. بدايه فعاليات المهرجان هتبدا من النهارده لمده 3 ايام ان شاء الله. احنا في انتظار زي ما احنا بنشوف كده التجهيزات في المكان، يعني دقايق ان شاء الله وهيكون المهرجان بدا، وهيكون معانا الفنانين والادباء والمثقفين. مصر دايما ولاده بفنانينها ومثقفينها اللي سمعتهم مش بس داخل مصر ولكن في العالم كله. خلينا كمان نقول انه المهرجان هيشترك فيه 57 فيلم روائي قصير، هيكون فيه منافسة شديدة جدا. الافلام كلها بتتكلم على الواقع اللي احنا بنمر بيه في الفترة دي، كله بيتكلم عن، اكيد هيكون فيه كلام عن الثورة اللي احنا مرينا بيها سواء 25 يناير او 30/6. في كمان عندنا فيلم اسمه حلوان انا، ده من الافلام اللي لفتت نظري لانها بتتكلم عن منطقة بعينها، هي منطقة حلوان، شخص هو اللي برؤيته بيفنط كل السلبيات والإيجابيات الموجودة في المكان ده. مثال صغير من الأفلام، لكن هناك أفلام كتير أكيد هنتكلم عنها مع فنانيننا ومثقفيننا، لكن دقايق ونبدأ معاكو فعاليات مهرجان رأس البر السينمائي. باسمكم جميعا وباسمي ونيابة عن شعب دمياط وشعب مصر بالكامل، بنلقي التهنئة لسيادته ومن عهده أن نبذل كل غالي ونفيس أن نحقق طموح وآمال هذا الشعب العظيم. كما استغل هذه المناسبة أن نوجه الشكر والتقدير السيد الرئيس المؤقت المستشار الكريم عبد المنصور. مصر بلد الفن والثقافة والحضارة والتاريخ، بلد الأمن، هذه هي مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر بشعبها وفنانيها ومثقفيها وعلى رأسهم أستاذتنا أم الفن الأستاذ فيفي عبده، والأستاذ شيرين، والأستاذ محمد النجار. وأشوفكم جميعا، نورتونا. طبعا بنرحب بحضرتك وبنرحب بالفنانه فيفي عبده في دمياط. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم، اهلا دمياط. وانا بحيي سياده المحافظ، بحيي كل المسؤولين هنا على البلد الجميله. فعلا حاجه عظيمه جدا يا جماعه، انا ما كنتش جيت من زمان قوي دمياط، لكن ايه العظمه دي؟ كام سنه مدام فيفي؟ وبعدين البلد بيحبوا بعضهم، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني انا بقالي كنت بعرض هنا شباب وامراه بتاع تحيه كاريوكا، من ساعتها انا ما جيتش هنا، بس انا لما جيت ايه، بسم الله ما شاء الله، البلد الجميله الرائعه بجد، حاجه روعه. وربنا يحفظكم حاجه، النبي طبعا باسم حضرتك.
واسم الموجود. سيادة اللي هو النهارده حضرتك في مهرجان راس البر سينمائي الاول، يعني دايما بنسمع مهرجان القاهره، مهرجانات في كل انحاء الدنيا، لكن اول مره مهرجان راس البر سينمائي الاول، وان شاء الله ما يكونش الاخير. حضرتك النهارده رتبت للمهرجان ازاي؟ والله هو المهرجان كان اتحدد له اكتر من ميعاد، لكن طبعا نتيجه الاستحقاقات الدستوريه اللي كانت عندنا كلها كنا بنضطر ناجله، والحمد لله احنا صممنا كل بدايه الموسم بالصيف، وان شاء الله ده هيكون بدايه لمهرجانات اخرى يعني اكبر واكتر من كده، لان راس البر زي ما حضرتك عارفه ان هي مدينه مش موجوده في العالم، واحنا وانا مش مصر على كده يعني. هنستغل وجودك معانا وهنعرف ايه الجديد في رمضان. الجديد في رمضان انا طبعا طول السنه على ام بي سي مصر عندي برنامج احلى مسا. لا ده السؤال اللي بعده، ثبتي عليا ثبتي عليا، ده السؤال اللي بعده وقته يعني. هو مكسب لينا ان سيادته موجود. طبعا انا بالنسبه لي احلى مسا 4 ايام في الاسبوع كفايه اول الساده المشاهدين، لان رمضان عندي مسلسل في العلب، ورمضان بتشاف 30 يوم ولازم محتاج عباده ومحتاج اليوم كله متعفرت يعني كطبيخ وكده، صعب انك تتفرجي على كذا مسلسل. فانا بتمنى اعمل بعد رمضان ان شاء الله مسلسل جديد، لكن عندي مفاجاه ان شاء الله الساده المشاهدين يشوفوها في رمضان، بس مش هقول عليها. لا هتقولي عليها لان هيبقى لها سابق بقى. يا جماعه اتعمل فيا مقلب فظيع جدا، انتوا هتشوفوني في رمضان وتحكموا عليا على اللي حصل لي بقى، خلاص مش هقول اكتر من كده عشان سياده المحافظ. لا بس حضرتك هتقولي لنا برضه كم هقول لكم. بحبكم 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 بحبكم، خمسة بحبكم، خمسة موا وخمسة وي 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 وي. الفنانة شيرين اهلا بيك في راس البر. اهلا بيكوا انتوا. يعني انا مش عارفه اقول لك، انت منوره دمياط ومنوره راس البر، يمكن شايفه المعجبين احنا مش عارفين ناخد معاكي لقاء من اول يوم في المهرجان من شده المحبين لحضرتك اللي عايزين يتصوروا معاكي وعايزين يتكلموا معاكي. الحمد لله. انا المحبه دي مش ببلاش. لا المحبه دي من عند ربنا ومن حبه ربه وحبب في خلقه. الحمد لله. النهارده الحقيقه يوم عيد، يعني انا نازله كاني بعيد. شفت سياده الرئيس السيسي وهو بيحلف اليمين، شفت الرئيس المستشار عدلي منصور وهو بيسلم الرئيس السيسي. اول مره في أول التاريخ مرة. اول مره انا حسيت انه الحدث اللي بيحصل ده يستاهل ان الواحد يدعي فيه. فانا عايزه اقول لك ان انا كنت قاعده فوق بتفرج وبدعي، بدعي لمصر وبدعي لينا وبدعي ليا شخصيا، بدعي لبنتي، بدعي لكل الشعوب العربيه ان شاء الله يعم عليها الخير زي ما هيعم على مصر يا رب. لو هنتكلم عن المهرجان، انا طبعا من خلال الحوار مع حضرتك في يعني او الحوار اللي هو من غير التصوير، ان حضرتك في بعض مضايقات كتيره من التنظيم في المهرجان، ولكن خلينا نقول يمكن التنظيم هو المهرجان الاول، وبالتالي التنظيم فيه ما بيبقاش يعني بدرجه 100%. طبعا انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، نمره واحد، يا ريت يبقى عندنا في كل بلد من بلاد مصر، يعني من كل محافظات مصر مهرجان، ويا ريت يكون في اكتر من مهرجان. يعني قبل كده زرت الوادي الجديد ايام سياده اللواء احمد مختار الله يرحمه، واقترحت ان احنا نعمل مهرجان البلح، وفعلا نفذ المهرجان وجاب الناس بتوع يعني كان من المحافظين اللي أنا بأشيد بيهم، مش أنا بس حقيقة، كل من زار الوادي الجديد في عهد سيادة اللواء أحمد مختار بيشيد بهذا الرجل. المحافظة كانت بتدعم كل شيء يمت بصلة أنه ممكن يظهر هذه المحافظة في صورة جيدة. أنا تقابلت مع سيادة المحافظ، بس أنا ملاحظة أنه ما فيش حتى يعني سبونسر دعم رجال أعمال. أنا بعرف أنه دمياط بلد فيها رجال أعمال كتير، راس البر بلد جميلة جدا جدا، لما بشوف من فوق من الأوتيل زي ما كنت مثلا في المغرب، يعني بيعملوا في المغرب كل قرية صغيرة فيها مهرجان، القرية بتشتهر بإيه بيعملوا لها مهرجان. راس البر جميلة، ما تحسيش ان انت في مصر، تحسي ان انت في بلد اوروبية.
بلد نظيفة جدا جميلة، فيها شواطئ جميلة، فيها اتكتب يعني نزل في القرآن عن رأس البر، عن اللسان التقاء البحر بالنهر. أنا كنت عمري ما جيت رأس البر، أول مرة أجي، منظر لا يمكن الواحد ينساه. ومهما قريتي الآية والسورة وتفحصتيها وتخيلتي الشكل مش ممكن. أنا بدعو كل حد إنه يجي رأس البر عشان يشوف البحر والنيل بيلتقوا إزاي بكل حب وما بيتلخبطوش على بعض زي اللبن والدم في ثدي الأم، ما بيتلخبطش الدم على اللبن، وده نقدرش نقول غير سبحان الله. بلد جميلة جدا، فيها صيد، فيها حلويات ومشهورة بحلويات ألبان وجبن. لسه هشوف حكاية الجبن دي، أنا هزور الأول وادوق عشان ما أقولكوش حاجة تطلع مش مظبوطة. أخشاب طبعا، أنا عايزة أقولك إن أنا زرت أصدقاء ليا في الأردن. أنا كنت في الأردن السنة اللي فاتت في رمضان بعرض مسرحية، وعندي أصدقاء كتير، فأصدقائي عملوا قصر منيف ربنا يزيدهم. لما رحت لقيت صاحب القصر بيقول لي أنا اشتريت 224 باب. قلت له يعني عايز تقولي إن عندك في القصر 224 باب؟ قال لي اشتريتهم من دمياط، من مصر. قلت له رحت لدمياط عشان تشتري البيبان وتيجي؟ قال لي طبعا، هو في مصنعية يعني الخشب ممكن يبقى عندك، زي مثلا واحدة بتفصل أو بتخيط يعني، وتجيب لها قماشة بمثلا ألوف الجنيهات متطرزة وما في غير وان بيس قطعة واحدة، وتقول لها خدي خيطيها لي، تيجي تخيطها تبوظها. الخشب هو نفس الشيء، الخشب ده بيتفصل، الأدوات مختلفة ما بين منشار ومقص، ما بين إبرة ومسمار، ما بين خيط لكن ده يعني أبسط مثل ممكن يقربك للخشب. الخشب ده بيطوعوه أهل دمياط، بيبقى في إيديهم زي قماشة مرنة. إزاي بيتعمل؟ أنا كنت أتوقع إنه رعاة كتير أشوفهم في هذا المهرجان، يمكن غابوا السنة دي، يمكن أقول لحضرتك بقى يمكن متخوفين، لأني أعرف إن الدمايطة حريصين شوية. السيناريست الكبير محمد البسوسي، اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. النهارده في مهرجان راس البر، يعني اعرف كل ما اجي اقولها بغلط، ما اسمع جديد على ودني شويه، مهرجان راس البر السينمائي ده. حضرتك النهارده يعني شعورك ايه وانت في مهرجان يمكن لاول مره بيحصل في راس البر؟ يمكن الفتره اللي فاتت احنا مرينا شويه ان الفن والثقافه والادب كانوا حالهم يعني بالعاميه كده ما يصرش يعني الفترة اللي فاتت، لكن أنا شايفة إنه هو بدأ ياخد مساره الصح مرة تانية، ويمكن المهرجانات دي أكبر دليل على إنها بدأت تاخد مسار سليم. أنا في البداية أي مهرجان، لما كان مهرجان اسكندرية لما كان بيتعمل في عز الأزمة كان بيطلع أصوات الهدامة يقولوا ما ينفعش نعمل مهرجان في الظروف اللي البلد فيها. أنا كنت من المؤيدين تماما، وبأحس كل القائمين على مهرجان اسكندرية ومهرجان الإسماعيلية ومهرجان القاهرة السينمائي، حتى الناس في السنة اللي توقف فيها أو اللي اتمنع، اللي كانت ظروف أمنية كانت صعبة جدا، لأن ده بقى فيه ضيوف بيقولك من العالم وكده، فكان صعب إن هو يحصل في تقريبا السنة اللي فاتت. فلما تلاقي مهرجان على الأقل بتعمل في مصر في الظروف اللي احنا فيها
وجه الوقت بتاعه لما احنا حسبناها مع خريطة الطريق قلنا انه ده هيكون بيمثل فرحة للشعب المصري. فكون ان احنا نعمل اولا راس البر احنا بنسمع عنها من واحنا صغيرين جدا، وعارفين ان راس البر دي اللي ما جاش صيف يبقى ما عاش شهر الصيف يعني او شهور الصيف في حياته، فبالتالي احنا ما شفناش الحاجات دي. كنا بنسمع عن زمان والبحر وجمال راس البر، والسينمائيين كانوا بيجوا يصوروا في راس البر. للاسف الشديد مع ظهور بقى الساحل الشمالي وشرم الشيخ والحاجات دي كلها، لازم راس البر طبعا لازم راس البر ترجع ك يعني عروس تاني، انها ترجع تاني، انها تبقى على الخريطه بالشكل الصح ما يليق بها، وانه فيها اجمل مناطق فعلا في العالم، ويكفي ان فيها اللسان اللي فيه يعني معجزه ربنا سبحانه وتعالى انه النيل كده والبحر كده. يمكن هم 57 فيلم روائي قصير مصري وعربي، ويمكن ده كمان جميل انه اغلب الافلام شباب، الكتاب شباب، وده برضو بيدينا امل في المستقبل انه الايام اللي جايه خير ان شاء الله. يعني الشباب بدا يكتب وبدا يفكر، ويمكن ده بس يعني الشباب بدا يظهر مش بس في مجال الفن والثقافه والادب، لكن يمكن في كل المجالات. لكن بما اننا بنتكلم في الفن، فحضرتك رايك ايه في انه 57 فيلم اغلبهم الكتاب شباب؟ التجربه دي احنا محتاجينها دلوقتي في الفتره دي. اولا الشباب لازم يحس، واحنا كجيل عدينا مرحله الشباب بشويه يعني مش كتير قوي، وكل القائمين على مسؤولين عن البلد عليهم ان هم يحطوا عينيهم على الشباب. لازم يكون في مصارحه، الاب يبدا من البيت، الاب والام لازم يتعاملوا مع ابنهم على انه له كيان، له شخصيته وله مزاجه وله عقليته، يحترموا عقليته بالمناقشه بالمحاوره. الأكبر منه عشان لما يخرج للمدرسة يقدر يتعامل بنفس الأسلوب، لما يخرج لمجال العمل يقدر يتعامل بنفس الأسلوب، لما يجي يقول رأيه في السياسة. أنا الكلام ده بقوله في السينما من سنة يعني من زمان، يعني من أول ما بدأت في فيلم أفتكر كان اسمه زمن الممنوع، كان بطولة الفنانة ليلى علوي، كان اسمه زمن الممنوع، وكنت بقول وبادي فيه بالمظاهرات اللي حاصلة في جامعة القاهرة والآخر، وبقول يا جماعة اسمعوا الشباب. ده الكلام من سنة 91، كان إخراج إناس الدغيد الفيلم كان تاني فيلم ليها، قلت لهم يا جماعة اسمعوا الشباب، ما تخلوش الشباب يصاب بقمع في رأيه السياسي، خلوه يطلع اللي جواه، خليه يقول كل اللي عنده، فكره. إحنا محتاجين هذه الطاقة، إحنا محتاجين الطاقة دي، ولو الشاب شاركك في المسؤولية هيعرف قد إيه صعوبة الموقف. إنما طول ما هو بره، بره حدود الكادر بتاعه وبره حدود الكادر بتاعنا، واحنا بنعملهم على ان هم صغيرين لسه ما اكتملوش لسه ما كذا لسه كذا، لا احنا الفتره دي على القائمين على الحكم في مصر الفتره الجديده العهد الجديد اللي احنا بادئينه بخير ان شاء الله، ان يكون هناك مصالحه مع الشباب، وما ننكرش ان في شباب زعلان من الفتره اللي حصلت، وفي شباب حسوا ان اتضحك عليهم من الاخوان، وفي شباب فكرهم نفسه اتغير، وفي شباب جالها احباط، وفي شباب متحمس، وفي شباب عقليته اتغيرت في 4 سنين دول، اللي كانت في مرحله اعدادي وثانوي دخل جامعه واصبح عنده فكر وعنده رؤيه. لازم يا جماعه استعينوا بالقائمين على علم الاجتماع، استعينوا بالقائمين على علم النفس، هاتوا الاساتذه الكبار يتكلموا. حكايه مش صعبه على فكره، ابدأوا من المدارس، يكون في ثقة بين الأهل وبين الولاد، نرجع تاني نحب مصر، نرجع نحب نفسنا، نرجع نحب بعض بالشكل الغير مفتعل. وبطلب من الناس يا جماعة أرجوكوا ما تحبوش بافتعال، حبوا يعني بصدق، خلوا المشاعر تطلع لوحدها، مش لازم نبقى زياده في مشاعرنا، مش لازم الاعلاميين. يمكن حياتك دي طبيعه الشعب المصري، هو دايما لازم يبقى يعني. انا من خلال دراستي، لان انا كراجل كاتب ومحلل كده للشخصيات الدراميه اللي بعملها، بقول انه ميزتنا بس انا شايفه عيب صغير، ان احنا لما بنفرح بنفرح قوي، لما بنزعل بنزعل قوي، لما ما بنعملش حاجه خالص، يا اما بنعمل كل حاجه. ما ينفعش، لازم تنظم مجهودك، لازم تنظم المجهود بتاعك، لازم نبقى ننظم الفكر بتاعنا، في حاجة بتوصل لحاجة. ما عودش مثلا أنا في كاس العالم، مصر عايزة تدخل كاس العالم، فعايزين نجيب جنين، فالمذيع قاعد بيشحن الناس انه بنفكر في الجون الثالث واحنا لسه مش عارفين نجيب الجون الاولاني، فتكتشف ان انت بتطلعي بره كاس العالم. هذا الفكر لازم يتغير. Oh,
محمد النجار. اهلا بحضرتك في محافظه دمياط. اهلا بيك يا فندم. يعني حضرتك النهارده بتشارك في مهرجان راس البر السينمائي، راي حضرتك في المهرجان؟ وده اول مره يحصل في راس البر مهرجان. اكيد حضرتك حضرت مهرجانات كتيره جدا، بس اكيد اول مره لانه هو اول مره في راس البر. حضرتك رايك ايه في ان احنا نبدا خطوه جديده في مسار انه الفن والثقافه يبداوا يحطوا رجلهم تاني في مسارهم الصح؟ لا، مهرجان ان هو يبقى اولا يشرفني ان هو اول مهرجان اكون موجود فيه. لا، اول مهرجان في راس البر حضرتك. في راس البر طبعا اكون موجود فيه. راس البر بحبها من سنه، من 50 سنة على فكرة. كنت باجي هنا أيام كان في الفندق هنا للقدام بقى، الجداد طبعا هيشتغلوا من ده، كان فندق الصبان بس وصفينا عيشش. وكنت باجي هنا وبطلع الجبل فوق بالليل ناكل جوافة حمراء من جوه وعنب اسود. ومرت بعد كده وتطورت وبقى شارع 101، وكنا بنركب زمان عربيات بدل ما نسوق مدة كبيرة. كان هنا عربية زمان اسمها أبو طبل كان بيجي العربيات. فراس البر بالنسبه لي ذكريات كتيره، ان انا اكون في اول مهرجان لراس البر فرحان جدا، فرحان لان كل مهرجان في اي محافظه بيسعدني. واتمنى بقى احنا داخلين عصر جديد وفكر جديد، ان كل محافظه يبقى فيها مهرجان ولا يختصر على الدور الفني اللي فيه. بمعنى احنا طبعا اهميه المهرجانات كلنا عارفينها، الندوات ولقاءنا مع بعضينا، ولو مهرجان بعد كده بيتقلب عالمي بنقابل الاجانب ونتكلم ونعرف بعض وكل الكلام ده. و على هامش المهرجان بتبقى فيها حاجات. يهمني ان كل محافظه لما تعمل مهرجان ان تختار اجمل الاماكن والاماكن السياحيه الاثريه الموجوده في المحافظه، فتبقى دعايه غير مباشره للمحافظه، فبالتالي يبقى عندنا سياحه لكل المحافظات، وعندنا سياحه تبقى سياحه للاماكن الاثريه لغايه اثار للاماكن الجميله. مصر سينمائيا وفي المسلسلات تستغل هذه المناظر في احداث ليها، هتبقى برضو دعايه غير مباشره لاي محافظه انا شايفها تنفعني في شغلي، وبالتالي هتخدم مصر. طيب احنا بنخدم بشكل غير مباشر مصر بدعايه غير مباشره، ويبقى بنكتر مهرجانات طبعا طبعا، عين جديده شكل جديده. وبعدين احنا عندنا يعني مصر دوله كبيره، كانت الدولة الثانية في السينما في العالم. مش معقول تبقى فرنسا النهاردة اللي طالعة معانا أو بعدينا كمان بالظبط، عندها فوق ال 200 مهرجان في المحافظة، وبعدها 7-8 مهرجانات في المحافظة الواحدة، وإحنا بقى عندنا يعني مهرجانات تتعدى على الإيدين والرجلين، يعني 20 مهرجان أما نزيد، والمشهور منهم مصر واسكندرية والإسماعيلية وكده. لا، عايزين يبقى مهرجانات أكتر وجمعيات تعمل ده زي يعني النهارده المخرج الكبير محمد النجار وهو في راس البر ونظره عينه شافت كل الاماكن الموجوده في راس البر، ممكن يفكر الفتره اللي جايه يبقى فيه عمل يتم في راس البر او في محافظه دمياط؟ اكيد، انا كمان ما شفتش الباقي، اكيد في حاجات جديده طلعت هشوفها. هنا بيبقى مطلوب بقى الدور المحافظه نفسها، اما اجي يبقى تقدر توفر لي اماكن اقعد فيها بسعر معقول عشان اشجع المنتج. والمنتج بيقول لي يا استاذ محمد بدل ما نروح راس البر طب نصور هنا قريب في الفيوم. يا عم انا عايز حاجه معينه في البلد دي. المحافظ يبقى عارف ده فيشجع. تشجيع لازم يجي كمان من المحافظه نفسها عشان تستقطب الناس اللي يصوروا هنا، لان احنا في مصر بوجه عام لا نستقطب الاعمال الاجنبيه، فبقى الناس تطلعوا يصوروا في المغرب وفي تونس. بنوا الاهرامات في المغرب، معقوله يا جماعه؟ وفي تونس بنوا حاجات فرعونيه، وما عملوا يوسف في مسلسل يوسف بنوا كل الحاجات الفرعونيه هناك بره، وما جوش هنا ليه؟ بندي يقول ايه؟ نغالي في الاسعار، نغالي في الجمارك على الحاجات، جواب ضمان للمكن اما يجي عشان يطلع تاني. ايه التعقيدات دي كلها؟ استفيد ان تيجي دول بتعملك دعايه غير مباشره. لا، ده مهم جدا، لازم يبقى في فكر جديد. دخلنا عصر جديد، لازم يبقى في فكر جديد. في تعاون، يبقى تعاون من كل الاطراف. لازم. طب الادهم كان اخر عمل حضرتك ايه الجديد هيبقى في اللي بعديه؟ عملت منتهى الهش 2010 كان مصطفى قمر ودانا كرزون. من 2010 لغايه النهارده قريت اعمال كتير مش بتاعتي، مش حبيبها. يعني بمعنى ان لما ابقى اعمل مسلسلات فيها دم ما بعملهاش. بمعنى لو شفنا مسلسل مثلا زي جلباب ابي، راجل بسيط جدا بيشتغل اللي هو نور الشريف في 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 في, في, في الحاجات القديمه في وكاله البلح، اجتهد بقى تاجر كبير بقى، وبعدين علم نفسه ثقف نفسه، ما كانش بيعرف يقرا ولا يكتب،
لدرجه ان الوزير بقى يشرفه ان هو ينزل. اذا انا بدي امل لاي واحد بسيط ان انت مهما كانت مهنتك ممكن تبقى راجل محترم جدا وتخدم المجتمع. لكن ما انا اطلع واحد بمطوه بقى يشيل سنجه بقى يضرب 10 وبقى يعور ناس وبعدين يبقى على خطوه بالناس المهمين كويس وبقى مهم جدا عشان هو بلطجي، يعني انا بشجع كل واحد مع مطوه يمسك سيف، بشجع الاجرام، ابقى انا راجل مجرم في حق المجتمع وفي حق نفسي لو بفهم. يعني ما فيش اي حاجه جديده هنعرف ان حضرتك هتخرجها قريب؟ يعني انا معايا القراءات الكتير يعني بعد كده انا عندي كذا موضوع مسلسلات وافلام بدور على منتجين جادين. هم دلوقتي خايفين كلهم لان ما فيش توزيع في الدول العربيه والقنوات الفضائيه عليها فلوس ما دفعتهاش والتلفزيون عليه فلوس ما دفعهوش، فهو خايف ينتج. فانا مستني لان يعمل ذلك. من الحاجات الباقيه دي افلام يا شيخ، افلام السينما اقرا 3 افلام يا شذوذ يا زنا محارم. ايه ده؟ هو ده اللي موجود؟ ده اول الفن بيقوله، اول الفن عشان الموضوع تعمليه لازم يهم اكبر قدر من المشاهدين عشان يتفرجوا. 2 الاختيار، بمعنى ما تقوليش واقعيه، ما تقوليليش ايه احط راسي في الرمله، لا زي المبدا لا لازم اطلع راسي، هذا حق يراد به باطل. يعني مثلا اديك مثال بسيط عشان اقرب الفكره، بيت الفلاح، بيت الفلاح فيه فار بيجري، وفي لو طلعت مع السلم كده هتلاقي الحته اللي فاضيه اللي بتطلع على السطح ممكن يقف عليها حمامه ويمامه. دايما اقول المثل ده، انت مطلوب ان انا اركز، مش مطلوب ان انا اركز على الفار، انت هتختار ايه، الفار والبيت ولا تطلع بالكاميرا كده شويه تجيب اليمامه والحمامه مع البيت؟ اختيارك، الفن اختيار، وكل اناء ينضح بما فيه. اظن الامور واضحه. عبير الشاعر، المشاركه معانا في مهرجان راس البر السينمائي بفيلم وصال، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. يعني يمكن احنا قاعدين من اول ما بدانا نقول وصال الوصال كده، بس انت صححت لنا وصال وصال. فكره الفيلم، فكره الفيلم عن اطفال الشوارع. انا بجسد شخصيه الام الجحده الاسيا اللي هي فاقده اهم احساس اللي هو احساس الامومه، مش هممها اي حاجه غير ان هو الولد يجيب لها الفلوس وخلاص، يعني بيزنس. والاب برضو في يعني مكان تاني خالص مع نفسه لمزاجه، فما فيش. لكن انت رصدتيها من فكره انه الاسره مفككه ولا لا مش مفككه؟ التربيه اهم حاجه، التربيه مش التعليم، كمان التربيه قبل التعليم. فهو بيطرح وجهات نظر كتير جدا متعدده يعني، واهم وجهه نظر فيها اللي هو تقويم وتهذيب الطفل. فانا نفسي يبقى في توعيه لكده في الاماكن العشوائيه دي، اهم حاجه. لازم يكون فيها جمعيات اهليه تساعد الاطفال دي، ان هي لانها بتبقى ضحيه يعني، انها النشأة بتاعتهم هي اهم حاجه، والتربيه. النهارده واحنا بنقول في 57 فيلم بيشاركوا، و57 فيلم تقريبا بنسبه كبيره جدا القائم عليهم شباب. يعني انت نظرتك كشابه من ضمن مجموعه الشباب اللي عملت الافلام دي، انت شايفه انه
طبعا انت عارفه ان بكره ان شاء الله يعني الرئيس السيسي هيحلف اليمين، واحنا بنقول يعني خلي باله من الشباب طبعاً. والنهارده الشباب بيشارك بالظبط مصر طبعا. والله انا شايفه ان هي فرصه كويسه جدا للشباب، وبتظهر المواهب، لان في كتير من الشباب عندهم مواهب وموهوبين جدا بس مش لاقيين الفرصه، فالمهرجانات دي هي بتدي فرصه للشباب ان هم يظهروا ويطلعوا اللي جواهم، فبتمنى ان المهرجانات دي تفضل دايما. يعني يعني المهرجان ده بدايه الافلام، الفيلم بتاعك هيتعرض امتى؟ ان شاء الله النهارده ان شاء الله. هيبقى فيه مؤتمر بعد الفيلم، انت هتبقى فيه كلمه ليكي، هيبقى فيه اي اسئله حوالين الفيلم؟ لسه والله ما عنديش فكره، بس اكيد طبعا بعد الافلام ما تتعرض كلها اكيد هيبقى فيه. هل هو نظام مسابقه؟ مش مسابقة، يعني هو يعني أحسن ممثل وأحسن إخراج وأحسن، طبعا أي حد اجتهد لازم بيشوف. اختيارك للفنانين اللي شاركوا في الفيلم الاختيار؟ هو مش اختياري أنا، اللي اختارني هو المخرج. قال لي في دور ليكي دور أم، فأنا قلت له أم، قال لي أم طفل صغير عنده 7 سنين وطفل شوارع وكده، فأنا عايزك تعملي الدور. فانا كنت مبسوطه قوي لان الدور جديد عليا، انا عملت ادوار كتير قبل. طب احنا دايما نقول انه دايما اللي بيقوم بالدور حلو قوي بيكون عايشه. طب انت ازاي قدرتي انك انت تجسدي الدور وانت ما مرتيش بالظروف دي؟ هي دي بقى الموهبه. الحمد لله بجد. انا لما روحت المكان الدويقه، روحت الدويقه نفسها صورنا فيها، انا حسيت بالعيشه نفسها، وحسيت بالناس دي عايشه ازاي، وركبت الشخصيه. انا ما حسيتش بنفسي الا وانا بعمل الشخصيه، حتى هم كلهم اتفاجئوا قالوا لي ايه ده، انت شفتي الناس دي قبل كده بتعمل؟ قلت لهم لا، احساسي، احساس الام دي بتبقى عامله ازاي، فلازم كنت اقدمه مظبوط عشان يوصل للناس صح. لكن قدرتي انك تتجسدي شخصيه، يعني تعايشتي معاهم فتره مثلا؟ والله لا، ما تعايشتش فتره، لان انا طول عمري بحب اشوف الاعمال دي، وبحب اشوف الناس دي، وبنزل في وسط الناس واشوف عيشتهم عامله ازاي، يعني فدي على طول هنا في دماغي، يعني كل الشخصيات لازم ابقى ملمه بيها ولازم اعرف اعملها، ما هو ده الممثل. اعمالك قبل كده يا عبير كانت ايه؟ عملت فيلم حلاوه روح، وعملت فيلم مسلسل اسمه شط في اي بي مع رندا البحيري ورامي وحيد، ولسه مخلصه فيفا قطاطا مع الاستاذ محمد سعد اخراج سامح عبد العزيز، هيتعرض في رمضان ان شاء الله ان شاء الله، والفيلم ان شاء الله يعني يا رب يعجب الناس ان شاء الله. وبالتوفيق دايما يا عبير، ونشوفك في اعمال، ونشوفك كده يكون لنا لقاءات تانية وانت في تقدم ان شاء الله. ميرسي يا ميرسي قناه الدلتا، بشكركم جدا. انا مش عارفه اقول اهلا بالدكتور محمود جامع ابن مدينه طنطا، ولا اقول اهلا برضا الجمال ابن مدينه دمياط. اهلا بالدكتور محمود جامع، والله راجل جميل اصيل من طنطا، وكان يشرفني جدا طبعا لما عملت دور الدكتور محمود جامع في مسلسل الشيخ شعراوي، ولا انسى لقائي به في طنطا، انه بيشيد بحاجات جميله انا عملتها من خلال شخصيته. هو راجل جميل، ويكفيني انه هو كان السبب في تعارف الشيخ شعراوي بالرئيس أنور السادات الله يرحمه. ولو قلنا أهلا بالفنان رضا الجمال ابن مدينة دمياط. والله أنا سعيد جدا بهذا المهرجان، وأنا مبسوط جدا برأس البر مسقط رأسي. أنا مواليد 5 أغسطس في رأس البر، فحضرتك لما التقينا دلوقتي وأنا باليونيفورم بتاع راس البر بيرجعني لفترة سنية جميلة، وبرجو ان راس البر تستمر متألقة، وعشم كبير في الرئيس السيسي ان الشق السياحي ده انا شايف انه مهتم بيه، بس محتاج من الرئيس السيسي حالة من التوعية لبعض أو الكثيرين من الشعب اللي فلت زمامهم في الأخلاقيات في الفترة السابقة. يمكن ده اللي أشار إليه المستشار عدلي منصور في كلمته الأخيرة اللي قالها، وهو أشار لحتة الأخلاقيات. الرئيس عدلي منصور كان رجل محترم جدا، إنسان أنا مش عايز أقول كلام مكرر،
أنا لما سمعته أنا بكيت من جوايا من جوايا، شعور بالمسؤولية جواه قلب مصر، قلب إنسان، قلب بيحب مصر وبيحب شعب مصر. وأتمنى من السيسي إن دائما عيني ترى وقلبي يرى الرئيس عدلي منصور متواجد في حكومة السيسي معانا مع الشعب. بس طب حضرتك النهاردة يمكن أنت من فترة ما جيتش راس البر وشفتها في الشكل الأخير اللي هي فيه دلوقتي، حضرتك إيه تعليقك على التجديدات اللي حصلت فيها؟ أصلا دايما لما بسأل حد السؤال ده يقول لي لا أنا ذكرياتي مع راس البر القديمة، الكياب والشكل القديم بتاعها. حضرتك برضو من نفس المجموعة والناس اللي بتقول كده؟ لا لا لا، كل فترة ولها الطابع بتاعها، كل فترة ولها إيقاعها. العين برضو بتتغير بالأشكال، العالم بيتطور. يعني أنا في بداية الثمانينات أواخر السبعينات رحت مناطق في الخليج، كنت بروح الصحراء. النهاردة لما بشوف بلاد في الخليج كلها حدائق، كلها جناين، كلها براج، سبقت أكبر دول العالم، بستغرب وضميري يروح لاقتصاد يا مصر. إن شاء الله نتألق أكتر. بس أنا كنت لي الشرف إن أنا هو ده أول مهرجان في راس البر، أنا وأستاذي محمود المليجي وأمينة رزق ومديحة كامل، كان لي الحظ الجميل إن أنا كنت بطل أول مسلسل أخرج في عجمان، استوديوهات عجمان. كان شرف ليا. هو أنا التقيت بيمكن بالأستاذ محمود المليجي كان قبليها لما عملت معاه مارد الجبل، وهو إنسان فنان نبيل جدا محمود المليجي. وأنا بقول للناس إن التمثيل أصعب ما فيه سهولته. وطيبة محمود المليجي الله يرحمه كان محدد في فترة طويلة لدور الشر وهو لا يملك ذرة. وبعد بس يعني شفناه في حاجات كتير جدا من الأعمال في الفترة بقى الأخيرة من حياته، يعني الأعمال اللي هو فيها يمثل دور أو يجسد دور الطيب بقى. محمود المليجي الحمد لله أنا من الناس اللي أنا سعدت بتعاملي معاهم. محمود المليجي في أصول الحالة التمثيلية، محمود المليجي، محمود مرسي، عملت أخوه في مسلسل بنت الأيام في صغري. صدقيني أنا مش بارانويا ولا أي حاجة عندي، إنما دلوقتي يقولوا لي ده فلان بقى نجم سيما ده لازم تبقى معاه، جوايا يقول لي إزاي تبقى معاه، أعمل إيه؟ واحد بيشيل مشرط ويأكل بانجو وحاجات من دي وأنا واقف جنبه بمثل والمنتج هيقبضني فلوس، أنا مش عايز فلوس، إنما عايز أصالة، عايز فن، عايز فن تمثيلي، مش عايز كل واحد يطبطب على واحد يخليه نجم بشكل غريب جدا. في ردة لفن التمثيل في مصر زي ما في ردة في اقتصاد مصر، محتاجة مسيسة ومحتاجة محو. في سنوات كتيرة قبل كده بقى كتر قوي الأمية والجهل وعدم الإنسانية. مع العلم احنا نمتلك من ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم، حتى الفلاسفة الكفرة مؤمنين جدا ما يقولوش القرآن الكريم زينا، يقولك هذا دستور جيد منظم لأصوليات الشعوب والإنسان.
انا بتكلم، انا الحمد لله انا مؤمن بالله ورسوله واليوم الاخر، انا ما احبش التشتيت في العقائد. انا كان لي الشرف في سنه 90 انني عملت مهرجان افتتاح دار الافتاء بوجود الرئيس الأياميها ورئيس الوزارة، وكان معايا حسب الله الكفراوي، ما كنتش انساه أبدا. فأنا الدين تفتح، الدين بيعرفني بكرة، إنما كل واحد يقول لي لا هتخش النار لا هتخش، يا عم اسكت انت مش هستلف منك حتة جنة، اسكت، لكم دينكم ولي دين. أستاذ محمد أبو الفرح مدير عام المهرجان، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم، أهلا بيك. لو حضرتك النهاردة هتكلمنا على الاستعداد للمهرجان، مهرجان رأس البر السينمائي الأول، فالاستعداد ليه يمكن أول حاجة بتبقى يمكن الواحد لسه بس مش متعود عليها جوا مدينة رأس البر، لسه التنظيم بيكون صعب غير الأماكن اللي تعودت إن في مهرجان سنوي بيكون، فأنتوا بما إنه أول مهرجان الاستعداد له كان إزاي؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اهلا بيكم، رحب بيكم في مدينه راس البر اولا، ومنورين الدنيا، وقناه الدلتا غاليه علينا جدا. بالنسبه للاستعدادات احنا بقالنا حوالي شهور طويله، بالظبط 7 شهور، واحنا الفكره اساسا نشات وتبلورت من حبنا لراس البر، ارتباطنا بيها وفي الطفوله وذكرياتنا كلها الجميله، وراس البر كمصيف عريق مرتبط في اذهاننا كلنا بذكريات كتيره مرتبطه بام كلثوم واستاذ عبد الوهاب وناس كتيره جدا محفوره في اذهاننا ما نقدرش ننساهم. من عشقنا للبلد فكرنا ان احنا نعمل حاجه تبقى مرتبطه بالاسم، يعني يبقى مهرجان راس البر، بحيث حتى بعد سنوات طويله واجيال متعاقبه يبقى اسم راس البر مرتبط باسم المهرجان، يبقى في حاجه مسلط عليها الاضواء تظل في الذاكره ما تنتهيش، في حاجات كده بتفضل. يعني استاذ محمد، يعني وانتوا بتبداوا اول مهرجان انتوا حاطين في خطه مستقبليه انه المهرجان ده هيكون سنوي ان شاء الله؟ ده بالتاكيد، اي مهرجان في العالم عشان يبدا ويكون مهرجان سينما مستقله لابد بيكون طبعا له دورات متعاقبه، لان ما فيش مهرجان والا يعتبر بقى مش مهرجان، يعتبر حفل وانتهى وخلاص. ولكن احنا كل شغلنا كان على الاستمراريه، والتحدي الكبير هو ان يبقى فيه مهرجان يخرج للنور، يعني هو الفكره مش في التنظيم ولا في النجاح، الفكره في الاقامه نفسها في ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها. هو ده السؤال بقى، انتوا في ظل الظروف دي واحنا لسه كنا بنمر بانتخابات رئاسه والامور في الوطن كله في مصر كلها مش مستقره لسه، وكمان احنا بكره كمان عندنا كلمه الرئيس السيسي علشان توليه الرئاسه، فيعني كان فكرنا كله في الفتره ديت ان احنا يتواكب المهرجان مع رئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح، يعني مقصوده السيسي. بالطبع بالطبع، لان عايزين ندي احساس وترسيخ في الاذهان بان فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها استقرار، فيها أمان، فيها فنون، فيها فن، فيها مهرجانات، وإن مصر بلد الأمن والأمان بالفعل للعالم كله، رسالة مننا من هنا من راس البر، زي مهرجان كان ما بيدي رسالة برضو للعالم بأن فرنسا فيها استقرار وفن وإشعاع ثقافي، احنا برضو بنقول إن مصر من هنا من خلال راس البر انطلاقة مهرجان للإشعاع الفني والثقافي والتذوق الفني، بندي فكرة بأن راس البر فيها شباب ومصر كلها فيها شباب. الأستاذ حاتم قورة المنسق الفني للمهرجان، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. يمكن أنا سؤالي اللي هسأله إنه إحنا في ظل الظروف اللي بتمر بيها مصر كان يعني في تخوف شوية من إن المهرجان يحضروا نجوم، لأنه يعني التأمين والتنظيم والحاجات دي كلها ممكن تدخل في حسابات كتير. حضرتك إزاي قدرت إن أنت تعمل تنسيق للمهرجان إنه يستقبل فنانات على مستوى، وإنه يعني ما يبقاش فيه تخوف، وإن يبقى عملية التأمين عملية يعني زي بيقولوا على قد المسؤولية؟ هو ده كان التحدي الأكبر قدامنا، ان في ظل الظروف الراهنه اللي بتمر بها البلاد، وكان في مشكله ان احنا نقيم اساسا المهرجان في التوقيت ده بالذات، وفي نفس الوقت حرص الفنانين نفسهم، هم طبعا فنانين لهم وزنهم ولهم قدرهم، حرصهم ان هم يساهموا في اصدار العمل الحركه الفنيه والمهرجانات، وكانوا مقتنعين تماما ان اقامه اي مهرجان في اي مكان ايا كان اقاليم او مش اقاليم. طبعا انا بشكرهم جدا ان هم جم مشرفونا في دمياط واستحملوا مشقه وعناء السفر والرحله الطويله والكلام ده كله، فكانوا حريصين ان المهرجان لو تم في هذه الظروف فده له شان كبير وله رسائل كتيره عده بيقدموها وبيوجهوها للشعب المصري كله والناس كلها، حتى على ممكن انا اظن ان هو على المستوى الخارجي كمان، يعني ان احنا ما عندناش مشاكل والدنيا كويسه والامن مستتب والبلد للاحسن باذن الله. وخاصه انا سعيد على المستوى الشخصي ان ده بيتوافق او بيتزامن مع
مع وجود السيد المشير في اليمين ان شاء الله. طبعا بكره التنصيب ان شاء الله، فده ده حاجه كويسه جدا، وانا شايف ان يعني ان ده يعني نقطه مضيئه ان شاء الله في دمياط والدلتا كلها ومصر كلها. انا بتمنى من قلبي ان كل الشباب اللي عندهم فكره وعندهم راي يحاربوا عليها وما يقاسوش، لان احنا ده يعني ده حلمنا وده طموحنا ان احنا نعمل حاجه كويسه للبلد. انت عارف يا استاذ حاتم، من كل اللقاءات اللي عملتها من امبارح لحد النهارده، الكلمه الاساسيه في كل الكلام الشباب. طبعا طبعا باذن الله، يعني ما احنا يعني اللي جاي بتاع الشباب ان شاء الله باذن الله. وبعدين ما فيش انفصال بين الجيل اللي قبل كده والشباب، هي كلها حلقات بتوصل بعضها وسلسله متكامله، ما ينفعش انفصل اي حد عن التاني، يعني لازم يبقى في تواصل بين الاجيال السابقه والاجيال اللي جايه، وده دورنا يعني دور كل الناس وكل الشباب والاعمار الكبيره والاجيال السابقه والاجيال اللي جايه. خبره والخبرات ما ينفعش ما هو الشباب ده لو ما لقاش خبرات معينه هيكتسب الخبرات منين غير من الاجيال السابقه، فلازم يبقى في تواصل وربنا يكرم ونعمل اي حاجه كويسه باذن. طب خليني اسالك سؤال من الكواليس بقى. اتفضل. في فنانات او فنانين عرضت عليهم انهم يكونوا موجودين معانا في المهرجان، بس خلينا اقول ظروفهم ما سمحتش او استصعبوا الطريق او كده، اسماء يعني. لا هي ظروف لكن مش استصعبوا، يعني مثلا الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره كان معانا في المؤتمر الصحفي تمام، ولكن حصلت ظروف معينه منعته ان هو يجي، ما قدرش يجي. الفنانة نادية سلامة، لو هنقول دواعي أمنية هنقول القاصرات، هتقول لنا إيه كمان؟ هقول لكم أهم من ده وده، إن أنا طبعا يعني يمكن عملت الفيلم بس يعني على قد ما كان دوري صغير فيه شوية، وعملته مرعاة لأصدقائي، يعني زي ما يكون جميلة لأصحابي، بس هو كان فيلم أوعى وشك، ده شهرني قوي كمان. يعني قبل ده كله بقى اللي هو نتكلم على راس البر. انتي اولا مش مشاركه في 57 فيلم، مش مشاركه في الافلام، ولكن وجودك يعني اثار انتباهي انه انتي مش مشاركه لكن حبيتي انك تكوني موجود. بالظبط، انا يعني هو انا اللي عملوا المهرجان اصلا ما كانوش يعرفوا ان انا كنت متواجده، وما يعرفوش انا جايه مفاجاه، انا جايه مع الفنانه فيفي عبده، فجايه يعني هي حبيبتي طبعا وصاحبتي وعشره عمري، فيعني التقينا في اسكندريه وخدتني معاها بالصدفه، فده كان فرحه ليا لما قالت لي ان هي رايحه على راس البر، لان بالنسبه لي انا راس البر دي برده بيتي. زرتي بقى راس البر قبل كده؟ انت كان ليكي مسرحيه بتتعرض هنا مع عبد المنعم ابو حيتين الحقيقه، الله يرحمه برده يونس شلبي والاستاذ ربنا يديله طول العمر الاستاذ مظهر منجا، وكنت انا بطله المسرحيه،
والمسرحية الثانية المزيكاتي برضو كان فيها بقى من النجوم بخلاف برضو الله يرحمه الأستاذ عبد المنعم مدبولي، وحاسة بيها أن أنا دخلت التاريخ لأنه كمان المخرج كان حسن عبد السلام، الأستاذ حسن عبد السلام الله يرحمه. فأنا يعني علمت في المسرحيتين قوي في راس البر. قعدتي قد إيه بقى في فترة عرضهم؟ كل عرض كان بيقعد شهر ونص وشهرين، وأنا كنت قاعدة برضو في الفوادي ده برضو يعني قعدتي شهرين بينه وبين بعض الصيف، يعني الصيف ده وبعديها الصيف ده على طول. فانا يعني انا بصراحه يعني انا شهرت في راس البر، كانت لما تدخل عربيتي كله يعرف ان ناديه سلامه جايه، لان كان كل راس البر تقريبا بتفرج عليا وكان يجوا ناس من دمياط. فانا سعيده ان انا يعني في الاخر ان البلد دي تستحق ان يحصل فيها انه يبقى فيه مهرجان وفيها فن وباين فيها. انا سعيده بالناس اللي عملوا المهرجان واداره المهرجان طبعا، ومهرجان ناجح ودي خطوه اولى. فان شاء الله تبقى تستمر دي، وكل سنه يبقى فيه في راس البر مهرجان، لان البلد دي حبابه للفنانين وبتحب الفن بكل انواعه وناس طيبه قوي، ناس جميله. وانا يعني انا بحس ان انا جايه عند اهلي بجد. الاستاذ مصطفى بدوي مدير العلاقات العامه للمهرجان، اهلا بحضرتك. اهلا بيكم في راس البر وفي دمياط ومشرفينا. اهلا بيك. تنظيم المهرجان حضرتك كمدير العلاقات العامه تم ازاي التواصل مع كل الناس اللي كانت مشرفانا في المهرجان النهارده؟ كل واحد كان ماسك شق معين، وزعنا المهام كلها من الشق الفني، من الفنانين للعالميين للصحفيين. ده كان شق الأستاذ عادل لأنه مقيم في القاهرة، وكان الأهم شق عندنا هو الشق الدمياطي، لأن احنا عارفين أن الدمياطي من الصعب أنه هو يدخل في حاجة إلا ما يكون فهمها وعارفها. أيوة أنت كده بتوصل رسالة كده الناس هتفهم حاجة تانية. لا مش بخ، لكن الدمياطي بيحب يكون يشوف الحاجة قدام عينيه علشان يعرف هيحط فلوسه فيه، وهي دي أهم حاجة في الدمياطي. وفي نفس الوقت برضو ان كانت مهمة صعبة بالنسبة لنا، ان احنا لسه مولين جداد، احنا مولود جديد ولسه مش عارفين، الناس مش عارفة طب هينجح، طب هيبقى ايه، طب الوضع هيبقى ايه، طب انتوا قدراتكم انتوا ايه، الكلام ده كله كان مشكلة بالنسبة لنا. بس الحمد لله دلوقتي الناس كلها عرفت، وحتى كمان بشهادة الدمايطة، ان احنا عملنا حاجة بداية مولد جديد في مدينة راس البر. هو انتوا قعدتوا تنظموا سبع شهور وشوية قبلهم كده شهرين ثلاثة الإجراءات. بس أنت شايف أنه الطلعة الأولانية زي ما بيقولوا أو أول مهرجان هو بيبقى صعب، ولا الاستمرارية على نفس المستوى وأكتر هو اللي صعب؟ الاتنين أصعب من بعض. في البداية بتبقى صعبة مع الناس اللي لسه مش عارفة أن احنا بنشتغل في المجال إزاي. الاستمرارية في النجاح صعبة في ان احنا هيبقى حوالينا، احنا خلاص دخلنا بقى الملعب، احنا محتاجين ان احنا نحافظ على النجاح ده. النجاح ده بيبقى اوله صعب، الاستمراريه اصعب منه، دي اللي بتبقى اصعب منه بكتير. وخصوصا مع احنا في فتره، يعني المهرجان اتعمل في فترة أمنية صعبة، فترة اقتصاد صعب، فترة يعني البلد كلها كانت منهارة. طب هل تنظيمك أنت في العلاقات العامة للمهرجان أو الحاجات اللي هتتعامل فيه أو كده، كان عندك تخوف أن في حاجات أنت كنت مرتبها أنها ما تتمش بالشكل اللي أنت كنت متخيله، بس ده ما حصلش؟ احنا الحمد لله عدينا نسبة 80% في التنظيم والنجاح للمهرجان. يعني احنا الحمد لله في أخطاء، شيء وارد أن يكون في أخطاء، احنا ما حناش معصومين من الخطا، ولكن الاستفاده من الخطا فيما بعد، لان دي الدوره الاولى. يعني سياده المحافظ برضو حب ان هو يكون معانا، بس برضو ما قال حضرتك عارفه الساده المسؤولين بيبقوا خايفين، لان احنا لسه جداد، احنا لسه شباب صغير، طب خبرتكم ايه، طب وضعكم ايه، طب الدنيا ايه، كل ده برضو احنا حاطينه في اعتبارنا. لكن لما نقول دلوقتي ان الدورة الاولى وحفل الافتتاح اتعمل الحمد لله، يبقى احنا عملنا انجاز الحمد لله. استاذ عادل عمار مؤسس المهرجان ورئيس المهرجان، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي واهلا بقناة الدلتا، شرفتونا ونورتونا وسعيد جدا بدعمكم وتغطيتكم للمهرجان. يمكن حضرتك في يعني كنا بندردش مع بعض قبل اللقاء، وحضرتك قلت انه سبق ان حضرتك كنت موجود في راس البر من 17 سنة. تمام. انا مش بكبر، تمام. بس حقيقة انا عندي 27 سنة. حضرتك قول لنا يعني
من 17 سنه لما جيت راس البر، وحياتك عرضت مسرحيه حياتك بتقول انها كانت وش السعد عليه. فحياتك احكي لنا كده شويه، نتكلم عن القديم قبل ما نتكلم عن مهرجان راس البر. انا اول يوم جيت فيه راس البر انا وقعت في غرامها، وكنت حاسس ومتفائل قوي بالمدينه دي من جمالها يعني، قلت انا هعمل حاجه حلوه في البلد دي. وفعلا جيت عملت مسرحيه اسمها كلمني في المحمول، والمسرحيه دي نجحت نجاح غير عادي، وعملت بيها 48 ليله عرض متواصلين. نادرا ان ده يحصل، حتى المسرحيات الكبيره على الاقل تسيبي يوم يومين يقعوا منك، يوم اجازه مش عارف ايه، فلكن ده انا عملت 48 متواصلين. وتطلبني المحافظات المجاوره زي المنصوره وزي بورسعيد وتحقق نفس النجاح. فانا حسيت ان راس البر ايامها وش السعد عليا، وكنت نفسي للمسرح بقى هم بعد كده السنه اللي بعديها هدوه، فما عشان يعملوا مرسى مش عارف لايه والكلام الخايب ده، يعني انك تهدي مسرح او تهدي سينما ده احنا بنجني سماره دلوقتي. يعني لو في تطرف فده بسبب ان كان في حصه رسم، دلوقتي ما بقاش في حصه دين، ما بقاش في حته تربيه موسيقيه ولا الكلام من ده. وكمان تهدي السينمات وتقفل السينمات وتقفل المسارح وتهدي مسارح، كل الحاجات دي كانت عامل مؤثره جدا. لو بنتكلم عن مهرجان راس البر السينمائي الاول، يمكن دايما بقول الكلمه يعني لسه جديده على سمع الواحد، يعني دايما مهرجان القاهره، مهرجان اسكندريه، لكن مهرجان راس البر السينمائي الاول ده جديد. حضرتك لو هتكلمنا عن ايام المهرجان اللي احنا يمكن ده تاني يوم، الافتتاح كان امبارح، النهارده اول يوم، لكن حضرتك كلمنا عن الاستعداد له، التنظيم له، يمكن كمان في الفتره اللي احنا بنمر بيها تحديدا، الفتره دي فتره الانتخابات الرئاسيه كانت قريب، وان شاء الله بكره الفريق المشير السيسي هيقول يعني ان شاء الله يكون رئيس لمصر وهيحلف اليمين غدا. ما كنتش متخوف من ان المهرجان يكون في نفس الايام بتاعه تنصيب الرئيس السيسي؟ إن خفنا مش هنشتغل، والراجل ده يقول لك في كل كلماته يقول لك أنا عايز الناس تشتغل، ما حدش يقف، عايزين المسيرة تكمل. إحنا لو كلنا وقفنا قلنا لا طب نستنى لما الدنيا تستقر، ممكن ما تستقرش، لا إحنا نجبرها إن هي تستقر، إن يبقى في حالة صخب، واخد بال حضرتك، والناس تنشغل بالمهرجانات وتشتغل بالنجوم اللي بتيجي. اعتقد هي دي يعني، يبقى دي بجد لو احنا اشتغلنا احنا البلد دي ممكن تنجح جامد جدا. مساله بقى المهرجان، اني انا امنيه حياتي اني يتعمل المهرجان في كل محافظه من محافظات مصر. ليه تقتصر على القاهره والاسكندريه والاسماعيليه؟ طب ليه ما يبقاش في المنصوره؟ ليه ما يبقاش في الدقهليه؟ ليه ما يبقاش في دمياط؟ ليه ما يبقاش في بورسعيد؟ حضرتك ليه ما يبقاش في كل محافظه من محافظات مصر مهرجان؟ ومش مهرجان للسينما بس، يبقى مهرجان للسينما وللغنى وللرقص والفنون الشعبيه، كل الفنون يتعمل فيها مهرجانات، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي احنا بنوسع، يعني هنعتبره يعني حاله فنيه بتبقى فريده بتتعمل مره في السنه. يمكن كمان احنا بقالنا فتره الاخيره الفن مش في مساره الصحيح خالص، الثقافه يعني مش اخذه حقها كما ينبغي في مصر. يمكن بدايه المهرجانات من النوعيه دي هتعمل شويه يعني صحصحه شويه للفن. وده اللي انا بتكلم فيه، بقول لك ان هيبقى في حاله وهج وصخب اعلامي. وبعدين تعالي بصي بقى، الشباب المبدعين اللي بيعملوا الافلام الروائيه القصيره دول بيستلفوا من بعض عشان يعملوا فيلم. الممثل جاي يمثل ببلاش، المونتير بيمنتج ببلاش، بتاع التصوير جايب كاميرا مأجرها او شريحه علشان يصور، المخرج نفس الحكايه. يعني مجموعه شباب متحمس عاوز يعمل سينما بجد، انت فهماني؟ 57 فيلم كلهم للشباب، خالص للشباب، واخد بال حضرتك؟ وتتفرجي بقى على مجموعه منهم مثلا بتاع تقترب من التلت، افلام متميزه جدا جدا جدا. يعني اكتر فيلم حضرتك يعني من الافلام اللي انت شفتها اللي حاسس ان هو متميز؟ فيلمين، واعتقد ان دول ممكن ياخدوا حاجه كويسه قوي. مش من المفروض انك تقول اسمهم؟ لكن هو مفروض، بس انا هقول لك بصراحه، يعني انت عامل مذيع الحلقه هيكون الجوائز اعلنت. يعني ففي فيلم اسمه وصال. هذا الفيلم يحيى شاهين، هذا الفيلم بيقول لك كيف تصنع مجرم من طفل الشوارع، ده عنوان الحكاية، مش هحرق القصة. الفيلم التاني ثورة حائط، انت ظهر فن الجرافيتي بعد ثورة 25 يناير، جه شاب جميل اسمه أحمد البسوسي، خد الكاميرا بتاعته ولف محافظات مصر، صور كل الجرافيتي اللي موجود على الحيطان اللي هو ما بقاش موجود دلوقتي، اللي هو أصلا مش
خالص. هو بالكاميرا بتاعته نزل صور. صور واخد بال حضرتك؟ وبدا يقول ايه الرسمه دي من اللي صورها الفنان الفلاني الفلاني، يروح يدور عليه يجيبه يقول له ايه الصعوبات اللي قابلتك، ايه الفكره انت استوحيتها منين، إيه؟ فبقى عنده ماده فيلميه جميله جدا ومش موجوده. انا حسيت انه متميز، انت فهماني ليه؟ لان الجرافيتي اللي على الحيطان ده اتهد خلاص اتشطب، فاصبح هذا الفيلم ده ادانه لنفوس مريضه هدمت هذا الفن الجميل من على الحيطان ده. انت بالعكس اي حتى لو كان فيها تجاوز هذا الجرافيتي حالة ثوريه جميله احنا كلنا كنا عشناها. لكن طبعا اللي هدوه مين؟ ما هم الفلول اللي احنا بنقول عليهم الفلول او اصحاب المصلحه ان الثوره ما تبقاش مستمره وما تبقاش موجوده ونتفاعل بيها. واخد بال حضرتك؟ هما دول الفيلمين اللي انا اعتقد يعني اللي عجبوني بصراحه قوي. مشاهدينا وبكده بنكون وصلنا النهاردة لحفل ختام مهرجان راس البر السينمائي اللي تم في مدينة راس البر. الحقيقة كان على مر 3 أيام. يمكن احنا طبعا هو مهرجان راس البر السينمائي الاول، وبتمنى ان هو ما يكونش الاخير، رغم ان يمكن القائمين على المهرجان يعني كان عندهم كتير من الصعوبات اللي مروا بيها في الاستعداد للمهرجان، لكن الكلام معهم طبعا هم يعني متخوفين ان السنة الجاية يعملوا المهرجان تاني ويمروا بالصعوبات دي. لكن احنا بدأنا عهد جديد النهاردة، الرئيس عبد الفتاح السيسي حلف اليمين وبدأنا صفحة جديدة. اظن ان القادم ان شاء الله هيكون افضل بإذن الله، عندنا امل وعندنا تفاؤل ان اللي جاي احسن بإذن الله. وعشان كده انا بقول انه يا رب ان شاء الله السنة الجاية نكون في تغطية لمهرجان راس البر السينمائي الثاني بشكل افضل بالنسبه للقائمين، يرضيهم اكتر. التقدم اللي احنا عايزينه بس مش في مجال الفن والثقافه والادب، لكن احنا عايزينه في كل المجالات في كل مناحي الحياه. سعدت جدا بالكوكبه الجميله من الفنانين اللي كانت موجوده في مدينه راس البر، كانت في مهرجان راس البر السينمائي، من الفنانين ومن المثقفين ومن الادباء. كمان سعدت بوجود مجموعة كبيرة من الشباب. يمكن أنا قلت الكلام ده إن 57 فيلم مصري وعربي شاركوا في المهرجان، يمكن كلهم بأيادي شباب، سواء في السيناريو سواء في الإخراج سواء في التمثيل، كلهم شباب. وده بيخلينا نحس إنه الشباب متواجدين، وده اللي احنا عايزينه، وهم دول مستقبل مصر. طبعا ولا استغناء عن الخبرات، لأن هو الشباب هيتعلم منين؟ من مين غير من الخبرة؟ فلازم الاثنين يكونوا ايديهم في ايدين بعض علشان نشوف مستقبل افضل في مصر. طبعا مشاهدينا انا يعني سعدت بتغطية هذا المهرجان، وبشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، والى ان نلتقي وحدوتة مصرية جديدة.